السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عزيزاتي طالبات الصف الأول الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة العربية. هيا يا عزيزاتي فلننظرن ماذا في الصندوق من صور. هيا نسمي هذه الصور. الصورة الأولى ذبابة. الصورة الثانية جذور. الصورة الثالثة قنفذ. الصورة الرابعة رذاذ. ترى يا عزيزاتي ما الصوت المشترك بين هذه الكلمات؟ فلنفكر قليلا. نعم إنه حرف الذال. واليوم يا عزيزاتي سنكمل الدرس الثاني من تجريد حرف الذال، وهدفنا لهذا اليوم أن تميز الطالبة صوت الحرف مع الحركات القصيرة والحركات الطويلة تمييزا صحيحا. هيا بنا نتعرف ما هي الحركات القصيرة. إنها الفتحة والضمة والكسرة. هيا بنا نطبق على حرفنا اليوم ذا الفتحة ذا. مثال كلمة ذهب ذا الضمة ذو. مثال كلمة ذرة ذا الكسرة ذي. مثال كلمة ذراع. ما هي الحركات الطويلة؟ المد بالألف والمد بالواو والمد بالياء. هيا بنا نقرأ حرف الذال مع الحركات الطويلة ذا. مثال كلمة حذاء ذو. مثال كلمة جذور ذي. مثال كلمة مذيع. هيا بنا نركب ونقرأ ذا ذو ذي. هيا يا عزيزاتي فلنفتحن الكتاب المدرسي صفحة 150 ونحاول أن نلفظ حرف الذال مع السكون والحركات القصيرة والطويلة. مذياع. فهنا حرف الذال يا عزيزاتي جاء ساكنا. ذهب. حرف الذال مفتوحا. ذرة. حرف الذال مضموما. ذراع. حرف الذال مكسورا. حذاء. فجاء حرف الذال هنا ممدودا بالألف. جذور. جاء حرف الذال ممدودا بالواو. مذيع. فجاء حرف الذال هنا ممدودا بالياء. والآن يا عزيزاتي بعد أن تعلمنا نطق حرف الذال مع الحركات القصيرة والطويلة، جاء دورنا لنفتح الكتاب المدرسي صفحة 150 ونبدأ بكتابة حرف الذال مع الحركات الطويلة والحركات القصيرة. فلنبدأ. هيا يا عزيزاتي ننتقل إلى الكتاب المدرسي صفحة 151 ونبدأ بحل التدريب رقم 7. أقرأ وأكتب عدد الحروف في الكلمات. الكلمة الأولى ذيل بها ثلاثة أحرف. الكلمة الثانية قنفذ وبها أربعة أحرف. الكلمة الرابعة ذراع بها أربعة أحرف. أخذت بها أربعة أحرف. الكلمة الأخرى الحذاء بها ستة أحرف. بذرة بها أربعة أحرف. هيا بنا ننتقل إلى السؤال رقم 8. وركبوا وأصلوا بالصورة المناسبة. جزر.
ترى ما هي الصورة؟ الصورة الثانية، الكلمة الثانية جذور، نصلها بالصورة الثالثة حذاء، الصورة الرابعة أحذية، الصورة الأولى. فلنصلن الكلمة بالصورة المناسبة. هيا ننتقل معا إلى السؤال رقم 9. أقرأ وأصنف في الجدول كلمات فيها تاء مفتوحة وكلمات فيها تاء مربوطة. فلنطبق على المثال الأول. سقط، سقط ريم البذرة. فالكلمة الأولى سقط بها تاء مفتوحة، ريم ليس بها تاء، البذرة بها تاء مربوطة. هيا يا عزيزاتي فلنكملن السؤال رقم 2 و3 نشاطا فردي. نصنف الكلمات التي تحتوي حرف التاء المفتوحة في المربع الأول والتي تحوي تاء مربوطة في المربع الثاني. هيا يا عزيزاتي ننتقل معا إلى السؤال رقم 10. أبحث عن مضاد الكلمات التالية. طويل عكسها، فلنفكر قليلا. أحسنتن قصير. يسار عكسها يمين. صغير كبير كثير قليل. انتهت حصتنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وإلى لقاء في درس جديد.